المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما عجب البقيع مغردا يا حادي واقرأ سلامي للنبي الهادي عجب البقيع مغردا مغردا يا حادي واقرأ سلامي للنبي الهادي. حبيت أختم هذا المجلس بهذه الأبيات المنسوبة للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هذه الأبيات منسوبة للإمام الرضا، ويظهر أن الإمام سلام الله عليه كتبها وهو في خراسان، يعني بها اشتياق وبها شوق وبها. عجب البقيع مغردا يا حادي يا حادي واقرأ سلامي للنبي الهادي واسأله عن أهلي عن صحبي وأهل مودتي واسأله عن صحبي وأهل وآل مودتي والأهل والأصحاب والأولاد رحلوا عن الأوطان والدار التي كانوا بها في نعمة وسداد رحلوا عن الأوطان والدار التي كانوا بها في نعمة وسدادي وسدادي خوين راحوا يا علي بن موسى الرضا. اي والله سكنوا اللحود، الله سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم ابكي لفقدهم بدمع بادي بدمع بادي سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم أبكي لفقدهم بدمع بادي فوقفت حيرانا لأجل فراقهم فوقفت حيرانا إذا الرضا يقول هكذا فوقفت حيرانا لأجل فراقهم وهنالكم شغفا نحرت فؤادي وهنالكم شغفا نحرت فؤادي نحرت فؤادي أسفا عليهم شردوا عن دورهم أسفا عليه وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نبي ابن نبي ابن نبي لمن نلام لمن نلام نقتدي بيعقوب النبي ابن إسحاق النبي ابن إبراهيم النبي وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف أسفا عليهم شردوا عن دورهم وهم البدور وهم البدور
وسادة الأسياد وسادة الأسياد قتلا وسما قد قضوا آجاله قتلا وسما قد قضى وآجالهم فبكاهم الوادي ومن في الوادي. ماذا تقول يا علي بن موسى الرضا؟ ماذا تقول؟ قتلا وسما قد قضى فبكاهم الوادي ومن في الوادي ومن في الوادي ومن في الوادي هيهات أن يأتي الزمان بمثله. يقول الرضا هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم وهو الذي وافاهم بعنادي. يا ابن رسول الله هاي رسالتك عجب البقيع مغردا يا حادي، وصلناها للبقيع ومن في البقيع ومن حوالي البقيع، نبي الزهراء الأئمة الأربعة اللي في البقيع غيرهم، وصلنا الرسالة رسالة شوقك يا ابن رسول الله. بعد أكو عندك سفر ثاني رسالة ثانية نوديها يولا؟ يقول نعم عندي رسالة ثانية. والله هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم وهو الذي وافاهم بعنادي. يا حادي دعنا نمر بكربلاء هاي الرسالة الثانية. دعنا يا حادي دعنا نمر بكربلاء فكربلاء فيها الحسين فكربلاء فيها الحسين فيها الحسين وجملة الأمجاد الأمجاد قتلوا إلى جنب الفرات قتلوا إلى جنب الفرايات وما هو منعهم يا ذو الأحقاد يا ويلي قتلوا إلى جنب الفرايات وما هو منعهم يا ذو الأحقاد يا نطري الزلم والخيل يا حسين ما أدري قلبي يقول لي شوية ما أعرف ليش أنا طريت الزلم والخيل يا حسين خويا أدور على جسمك وين ما وين أنا طريت الزلم والخيل يا حسين أدور على جسمك وين ما وين ما وين خويا ما وين أشر لي لو أنسى عالم بليدين يا خويا أشر لي لو أنسى عالم بليدي أن تراني فقد تشوف يا ضوى العين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.